الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير المقدمة رقم 3 إلى قواعد التكامل، مقدمة رقم 3 إلى قواعد التكامل تحت عنوان تكامل الثابت مرفوع لدالة. أي المقصود هنا الثابت عدد معين 5، 10، 15 مرفوع لدالة x 2 x أو x تربيع وما شابه، وعلى بركة الله ندام. لأن تعلمنا في المقطعين السابقين بعض قواعد حساب التكامل، وفي هذا المقطع والمقاطع اللاحقة سنتعامل بإذن الله تعالى مع دوائر رياضياتية معقدة بعض الشيء، ومنها حساب تكامل دالة الثابت المرفوع لدالة كما في هذا المثال الذي سنبينه، وهو يعني المقطع محصور به. هذا المثال لنفترض وجود الدالة الآتية f of x، دالة x هذه تساوي 3 زائد 5 إلى القوة 2x. إذن f of x equals 3 plus 5 to the power 2x. f of x أو دالة تساوي 3 زائد 5 إلى القوة 2x، ونحتاج إلى حساب تكامل الدالة بين القيمتين a تساوي سالب 2 و b تساوي 2. ما يعني الآن بأن صيغة حساب التكامل تكون كما يأتي. هذه الآن الصيغة، أي الحد الأدنى سالب 2، الحد الأعلى موجب 2. إذن هذا تكامل الدالة من سالب 2 إلى 2 للدالة 3 كما ذكرنا، 3 زائد 5 إلى القوة 2x dx. الآن إذن نريد أن نكامل حسب الحل الذي تعلمنا من المقدم رقم 1. الآن هذه 3 تكون مضروبة في x، إذن تصبح 3x، 3 تصبح مضروبة الآن 3 في x، زائد الآن هذا يصبح في المقام 5 للقوة 2x، لكن البسط يساوي 2 مضروب في اللوغاريتم الطبيعي إلى 5. حدود التكامل الآن بسالب 2 و 2. هذا الآن هو الحل. هذه الخطوة الآن نريد أن نبدأ بالجانب الموجب اللي هو 2، نطرح منه الجانب السالب، وبالتالي بيكون الحل كما يلي. 3 هذه 3x، بدل الأكس هذه نعوض 2 اللي هو الحد الأعلى من حدود التكامل. إذن 3 في 2 زائد 5 للقوة 2x، لاحظوا لي عوضنا عنها ب 2 موجب مقسم على 2 مضروب باللوغاريتم الطبيعي إلى 5، وبالتالي 2 مضروب في 1.6094. الآن نطرح منه الجانب السالب اللي هو الحد الأدنى، هذا سالب منعوض بدل x بالحد الأدنى اللي هو سالب 2. إذن سالب 3 في سالب 2 زائد 5 للقوة 2 في سالب 2 مقسم على 2 مضروب في اللوغاريتم الطبيعي للخمسة اللي هو 1.6094. إذن الجواب النهائي تساوي الآن 6 زائد 625، هذا الآن 5 للقوة 4 تساوي 625 مقسم على حاصل ضرب هنا اللي هو 3.2188 زائد 6. هاي الست الآن موجب، لأنه هنا 3 في سالب 2 سالب 6 في سالب تصبح الآن موجب، هذه الآن تصبح سالبة. فإذا 6 زائد 625 مقسمة على 3.2188 زائد 6، مطروح منها الآن 5 للقوة سالب 4 مقسم على حاصل الضرب هذا اللي هو 3.2188. الجواب النهائي الآن 206.67. الآن سأذهب إلى تطبيق جيوجبرا حتى تتمكن حبيب الطالب والمتابع كيف تستخدم هذا البرنامج المتقدم في حل كثير من مسائل التكامل المعقدة. إذن الجواب النهائي لاحظوا وتذكروا 206.167 أو 17 أو يعني 16 أو 17 إذا قربناها. أتوقف هنا وأذهب إلى جيوجبرا الآن. بعد ما أذهب الآن إلى جيوجبرا بعد إذنكم، هاي الآن هو جيو جبرا، أفتح البرنامج، وبعدما يظهر عندي الآن هذا الآن البرنامج هو جيو جبرا متقدم، أضع الدالة هنا f of x تساوي 3 زائد 5 للقوة 2x. لاحظون الآن أعطاني الدالة وأعطاني رسمها. الآن أستطيع أني أتحكم بالرسم هنا، مثلا هذه بعمل setting إلها وبغير اللون إذا بدكم color، مثلا أخليه أحمر غامق،
الستايل هذا بخلي الخط أو المنحنى السميك إلى حد ما هذا الآن، وبالتالي هنا كأنما يعني أغلق هذا الصندوق هنا أو المربع هذا، أذهب الآن إلى هنا وأضع انتج انتج، بسألني الآن في انتجريشن انتجرال انتجرال بتوين انتجرال، بختار الخيار الأول ثم أذهب إلى فانكشن اللي هو الدالة اللي التي أريد أن أحسب التكامل لها بين القيمتين start value و end value، هذا إذا الخيار أضغط عليه سيسألني الآن، فبقول له بدي انتجرال الفانكشن f الذي وضعته هنا فاصلة الآن من سالب 2 إلى 2. أغلقنا القوس، بعد ما أغلق القوس الآن سأضغط انتر، لاحظوا لي الآن ما الذي يجري. أها إذا 206 هذه المساحة الآن 206.17، هنا الآن 206.17. سبحان الله، كانت الإجابة اليدوية بدقة متناهية مشابهة للحساب الذي أعطانا إياه هذا البرنامج الرائع اللي هو جيوجبرا. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة، وإن شاء الله في مقاطع لاحقة سأبين من خلال كثير من الأمثلة كيف نحلها يدويا، ونستعين ببرنامج جيوجبرا اللي بيعطينا يعني دقة متناهية حاسوبية كما يقولون بالإجابة. وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.